نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال في أحد الأحبة يقول: ما حكم زيادات عبارات لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان؟ الجواب على هذا: أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح لقاءنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير وفائدة ونفع لإخواننا السائلين في كل مكان. كما وفي نفس الأمر نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من الخلل والزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإجابة على سؤال السائل، وهو القول: ما حكم أن نزيد في دعاء أو في ذكر أو في تمجيد وتحميد وتكبير لله سبحانه وتعالى؟ نزيد فيه ما يفتح الله به علينا، ولا وقد لا يكون مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجابة على ذلك: هذا فتح من الله سبحانه وتعالى على عبده. وعلى كل حال، يعني حينما الإنسان يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالشكر وبالثناء وبالحمد وبما الله سبحانه وتعالى أهله من الإجلال والتكريم، لا شك أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يعترض على هذا بشيء. فرسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قواعد عامة في تعظيم الله وإجلاله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى بأي وسيلة من الوسائل، وبناء على هذا فلا يظهر مانع من ذلك. نعم، يقول في أحسن الله يكون في الأذان الذي يرفع، أذان الصلاة، في الأذان كذلك. نعم، والله الأذان لا ينبغي لنا أن نتبع ولا نبتدئ. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله سبحانه وتعالى أعطانا دين كامل ارتضاه لنا دينا، وبلغه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان تبليغه أتم بلاغ وأكمله. فإذا لا يجوز لنا أن نحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. القول الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحن نشاهد في بعض عند بعض المؤذنين، لكنه خارج بلادنا في المملكة، ليس الحمد لله عندنا في المملكة إلا والحمد لله ما هو طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لها. وأما في غيرها فنحن نرى أنه بعد تمام الأذان يرفع صوته كأنه جزء من الأذان، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم بأن الدعاء بعد انتهاء المؤذن من أذانه هو مشروع. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. فعلى كل حال فهذا والحمد لله مشروع، ولكن كون احنا نرفع أصواتنا نحن المؤذنين بذلك على اعتبار أن هذا جزء من الأذان فلا يجوز. الأذان كلمات محددة أداها صلى الله عليه وسلم واتبعناه، فيجب علينا أن نتبع وألا نبتدع، فقد كفينا والحمد لله. الحمد لله، السلام عليكم شيخنا.